سيد الوزير، وحنا كنسألوكم على الإجراءات اللي غادي تاخذوها من أجل الحد من خطر انتشار دراجات ثلاثية العجلات. لابد ما نذكركم بأنه هاد لي تريبورتور دخلوا المغرب سنة 2006، وكان الهدف منهم هو أنهم يقلصوا من البطالة، خاصة في صفوف الشباب اللي ما عندهمش ولا ما غير حاملين الدبلومات، من أجل يعني من خلال خدمة نقل البضائع. واللي الحمد لله اليوم وصلنا إلى أزيد من 100,000 عربة في بلادنا، واللي كنهضروا على 100,000 عربة كنهضروا على 100,000 سائق، يعني 100,000 أسرة. غير أن الإشكال سيد الوزير وانتم كتعرفوه هو أنه هاد الوسيلة هذه تحولات من نقل البضائع إلى نقل الأشخاص، وهي لا تتوفروا على معايير السلامة الطرقية. علاش؟ لأنه هاد أصحاب لي تريبورتور ولو تقدموا ولو توفروا خدمات جديدة من خلال ربط مجموعة من النقاط اللي ما فيهاش النقل العمومي وبثمن هزيل، الشيء اللي كيخلي هذاك المواطن البسيط أنه يركب في هذاك لي تريبورتور وخا عارف بأنه كيعرض حياته للخطر، وأنه لا قدر الله إذا وقعت ليه شي حادثة ما كاينش اللي يعقل عليه. وبالتالي السيد الوزير رغم ان دار واحد يعني فرض واحد رخصه سياقه من نوع باء على سائقي هاد لي تريبورتور، ولكن ماشي حل كافي، وانما عاد كيزيد يعرقل من الوضع. لانه الا جينا نتكلموا على ملف التامين فالشركات كترفض انه تامن هاد النوع من العجلات، سواء كما كانت الخدمه ديالها لا سواء نقل بضائع ولا نقل الاشخاص، والاسباب متعدده وانتم كتعرفوا علاش. ولكن السيد الوزير السؤال الجوهري اللي خاصنا نطرحوه اليوم هو واش طبيعه المهام لهاد لي تريبورتور واش محدده قانونيا؟ مع الاسف لا، لانه ما كايناش شي وثيقه صادره على هيئه مراقبه التامينات والاحتياط الاجتماعي ما مخرجاش الادوار المنوطه بهاد لي تريبورتور.